دكتور مهند قعدان استشاري الجهاز الهضمي. مساء الخير دكتور وأهلا وسهلا فيك. مساء النور، الله يعطيكم العافية وشكرا لمحطة سامراء وشكرا للمستمعين الكرام. شكرا لك يا ستي. أهلا وسهلا دكتور. دكتور بدي أبدأ، يعني هلأ كثير من الناس مثلا بتضل عندها تساؤلات عديدة حول بالون المعدة، أو يعني ما في معلومات كافية ومفصلة حول هذا الموضوع. أول شيء حابة تعرفنا في بالون المعدة، هذا الإجراء اللي بتاخذوه كثير من الناس لتنزيل الوزن، بشكل عام مختصر شو هو بالون المعدة؟ طيب أوكي، هلأ هو بالون المعدة هو عبارة عن مادة مصنوعة من مادة السيليكون. نعم. تتعبى سائل، طبعا هو في عدة نوعيات منه، في منه السائل وفي منه الهوائي، لكن الهوائي أثبت أنه عدم فاعليته، فالآن أغلب الشركات المصنعة لمادة السيليكون اللي بأخذ السائل جوا. طبعا هي عملية تجرى عن طريق منظار المعدة في تخدير بسيط جدا. نعم. كل فترتها تقريبا 10 دقائق من لحظة البداية للحظة النهاية. هي عبارة عن مادة البالون اللي بنحط في المعدة، اللي هو يبقى في المعدة تقريبا من 6 شهور أو 9 شهور أو سنة. هذا هو البالون، وهو يعمل على حجز تقريبا من 30-35% من المعدة. تمام. هذا باختصار البالون وهو ايش اسلوب عمله. طيب دكتور، يعني بالون المعدة هو إجراء لتنزيل الوزن، بتخيل أنه كثير من الناس بتحب الإجراءات السريعة أو اللي بتساعد، خلينا نحكي في عمليات تنزيل الوزن، لكن هل هو متاح لكل الأشخاص؟ كل الناس بتقدر تركب بالون المعدة؟ هو طبعا أي واحد ممكن يركب بالون المعدة، ما فيش عليه أي restrictions، ما في يعني السكري، الضغط، الدهنيات، مشاكل القلب، هي مش مانع له، لكن إحنا بنفضل لتركيبه. كل ما كان الشخص أصغر في العمر كل ما كان النتائج أفضل. يعني لما بيجي لك واحد بنت عمرها 20 سنة بتركب البالون، نتائجها أفضل من ست مثلا عمرها 60 سنة، لأنه البالون هو يعني هو بده إرادي معها. إذا أنت بتعتقد أنك إذا ركبت البالون عملت كل شيء عليك وخلاص متاح لك الأكل، فأنت يعني مخطئ. فهو البالون هو يعمل على حجز جزء من المعدة، فبيساعدك على تنزيل الوزن بمعدل من 15-25 كيلو خلال هذه الفترة، فهو بيساعدك على تنزيل الوزن. لكن إذا شخص أجا وقال أنا بعتقد أنه هو ركب البالون، نعم، وخلاص عمل الواجب اللي عليه، وممكن أنه يأكل شوكولاتة ولا يأكل كوكتيل ولا يشرب العصائر المانجا اللي فيها سعرات حرارية عالية، فهو هذول عادة ما بينزلوا الوزن. بالإضافة لذلك اللي بده يركب البالون عادة يحتاج أنه يلعب معه رياضة، لأنه هو لا يستسلم أن يقول أنه أنا عملت البالون وخلاص أنا يعني مش مطلوب مني إشي زيادة. وزي ما حكينا هو بيحجز 35% من المعدة، لكن إذا شخص حب أنه يأكل أكثر هو ممكن يأكل أكثر ويعبي المعدة أكثر وما ينزل وزنه. لكن في أغلبية المرضى ومعدل نزوله من 15-25 كيلو، يفضل تركيبه عند الصغار، يفضل تصغير اللي عندهم درجة أولى من النصاحة. لا يفضل بس لا يفضل تركبه لواحد عنده يعني نصاحة مفرطة، واحد البي أم آي اللي هي كتلة الوزن بتكون فوق الأربعين والخمسة وأربعين، عادة هذول محتاجين نزول تقريبا 60-70 كيلو، فعادة البالون ما بيعطيك هذا النزول اللي أنت تطمح له. يعني خلينا نحكي دكتور هو عملية مساعدة لنزول الوزن، تشجيعية تحفيزية للأشخاص إنهم مع إجراء الرياضة أيضا اتباع نظام غذائي صحي، وهذا الشيء بيسرع عملية النزول وبيساعدهم. بالضبط، هو بيساعد، نعم، لأنه هو بيحجز على 35% زي ما حكينا من المعدة، فبيساعدك على تنزيل وزنك بشكل كويس. جميل. طيب دكتور، يعني ما في أعراض جانبية لإله؟ يعني مثلا ممكن الأشخاص يعانوا من بعض المشاكل، خصوصا إنه هو موجود طبعاً في المعدة، يعني المعدة جزء حساس في الجسم. طبعا أنت احنا دائما نحكي لو نحكي لأي شخص، أنت الآن معدتك متعودة أنها تكون فاضية، أو أنك واحد تأكل عادة الأكل وبتطلعه، لكن الآن إحنا بنحكي تقريبا أنت عندك بالون قاعد في المعدة بحجم 600-700 مل موجود في المعدة، ودائما بكون في الجزء العلوي من المعدة. فلذلك أول ما تركبه أول 3 أو 4 أيام من تركيبه، معظم المرضى بصير عندهم الغثيان والتقيء وآلام في المعدة. هذول طبعا لازم ياخذوا ادويه في البدايه، وقد يحتاج انهم ياخذوا ادويه وريديه اول 2-3 أيام. نعم. حتى يسيطر على الالم وما يصير عنده جفاف، لكن بعد مرور 3 أو 4 أيام تتاقلم المعده معه وبطل المريض يشعر في الالم اللي هو كان يشعر فيه. لكن في بدايه الامر عاده زي ما نطلب من المريض اول 3 أسابيع من تركيبه هو يمتنع عن الاكل، فقط يشرب السوائل والشربات. طبعا ممكن يجي لك شخص ثاني يقول لك انا يعني لو اعمل الرجيم هذا وامتنع عن الاكل وقضيها بس اكل اشرب السوائل والشربات بنزل وزني،
طبعا الشخص العادي بدون وجود بالون في المعدة صعب انه يمتنع عن الاكل، لكن وجود البالون هو نعم يجعلك يصير عندك شعور في وكأنك انت ما ترغب الاكل كليا، فبيعطيك الشعور في الشبع، اها فهذا ممتاز بيساعد على تنزيل الوزن. ممتاز. طيب يعني دكتور، يعني اعراض مثلا ممكن نحكي انها توصل للخطوره، درجه الخطوره ممكن تكون في هذا تركيب البالون، في هناك طبعا خطوره هذا ولا لا؟ في شيء، هذا اشياء نادره جدا، يعني كانك يعني انا دائما لما احد بيسالني بقول لي قديش نسبه انه يا دكتور انه ما يصير عندي مشاكل؟ لان بدي احكي لك مثلا نسبه انه مثلا انه ينفجر البالون او انه يصير في خرم او يطلع السائل، هي تقريبا هي نص في المئه، نص في المئه، فيعني هي نسبه قليله جدا. واحتياطا لذلك احنا عاده لما بنعبي السائل بنعبيه السائل لونه ازرق، بحيث اذا صارت هذه الاعراض وانه البالون صار في خرم وطلعت السائل منه بس ازرق او كحلي والبول لونه اخضر، فهذا مؤشر للمريض انه البالون صار فيه تسريب، حتى يراجع الطبيب ويشيل له البالون ويحط له واحد ثاني. وعاده ما بتكون هذه على حساب بدون اي دفع، اي فلوس يعني، اي دفع مادي اضافي. طيب دكتور، ذكرت لنا في بداية اللقاء بأنه هو بينزل تقريبا من 15 نقول ل 20 كيلو، طب الأشخاص نعم. اللي عندهم سمنة مفرطة، هل بتنصحهم بتركيب البالون ولا يتجهوا لجراحات السمنة؟ شوفي هلا في ناس كثير عندهم السمنة المفرطة اللي وزنه 170 و180 كيلو، طبعا هذول السمنة مفرطة، مرات ممكن نستخدم البالون بسموها از بريدج، يعني زي جسر حتى تنزل شوية من الوزن. نعم نزل شوية من الوزن حتى تكون العملية الجراحية أسهل للجراح وأقل خطورة على المرض، على المريض نفسه. نعم يعني لما مريض وزنه 180 كيلو يعمل العملية بتكون أخطر من أنه لو كان وزنه 150، فهمت علي؟ فأنت صحيح. في كثير من الجراحين بيلجأوا لتركيب البالون لفترة معينة حتى تنزل جزء من الوزن حتى تقل الخطورة على المريض. ممتاز. لكن إذا كان في سؤال مباشر، هل البالون ينفع عند الناس اللي عندهم سمنة مفرطة؟ فالجواب لا. اها كحل يعني وحيد. بشكل واضح دكتور انه هو ما بيزبط لان عندهم سمنة مفرطة، لكن نعم. انا كنت حابة اسالك هل في نتائج كانت اكثر من المتوقعة؟ يعني مثلا في طبعا اشخاص نزلوا اكثر من 20 طبعا كيلو طبعا في طبعا تركيب طبعا البالون؟ لا، في عندنا ناس كثير ويعني موجودين على الصفحة بتاعتي نازلين 60 و70 كيلو، بس هذا مش القاعدة. يعني نعم هذا لا نعتبره قاعدة طبية انه واحد وزنه 140 ركب البالون اجى بعد 5 أو 6 شهور صار وزنه 70 كيلو، هذه مش قاعدة طبية اللي انت بتشكي عنها، فهمت علي؟ مش المفروض نعم. انك تشكي عن الاكستريمز اللي واحد وزنه 140 وصار 70، هذا شيء يعني حالة خاصة، نعم فهمتي؟ فمش مفروض انك تشكي عن هذا، انت بدك تشكي عن أغلبية المرضى، عن أغلبية المرضى وإيش معدل النزول. فمعدل النزول هو من 15 ل 25 كيلو. نعم دكتور مهند قعدان استشاري الجهاز الهضمي، نشكرك جدا لوجودك معنا ولهذه المعلومات القيمة، بنتمنى السلامة للجميع وكل الشكر لك. أهلا شكرا وسهلا شكرا فيك. لك شكرا لحضرتك ولبرنامج. أهلا وسهلا فيك. شكرا. يعني من بعد هذه الفقرة بفقرة اسأل الحكيم، بتخيل كل الأشخاص اللي حابين يتجهوا لهذا الاتجاه أو لهذا الخيار بخيارات تنزيل الوزن، الإجابة كانت شافية ومفيدة مع الدكتور مهند قعدان.